39 مليون سنتيم، جوج ديال الغرف، صالون، مطبخ وحمام، خمسة ديال الدقائق البحر على رجليك، وفي أحسن المواقع في سدر حال، الشاطئ الفينيسيولي جديدة، مازال التريو غادي يركب، مازال بزاف الحوايج غادي يتحطوا في بلايصهم. هاد الشقة مازال في طور الإنجاز، رجعوا لونطري ديال هاد الشقة اللي كتجي من موبل اير بليس، راه هو المجموع ديال الشقق ديال 8 ديال الشقق، كل طابق فيه جوج ديال الشقق. لونطري باب بلاندي كيجي بها التصميم اللي رائع تبارك الله، وعلى لونطري هاد الكولوار اللي كيجي باللاد ولي سبوت، الصالون كيجي بهاد المساحه، بلافو كيجي باللاد ولي سبوت، شراجم الومنيوم ريدوات الكتريك، وهاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي، والصباغه صباغه الخيال اللي كتعم الشقه ككل. الصالون اللي كيجي بهاد المساحه، غادي نمشيو من الصالون نمشيو للغرفه الاولى اللي عندها لاكسي البالكو، فيها واحد الطراس اللي كبير تبارك الله، وهاد الشقه راها قدامها واحد الجريده اللي زوينه تبارك الله. الغرفه اللي كتجيب هاد المساحه، البلافو كيجي باللاد ولي سبوت، كتجيب البلاكار ديالها، بلاكار والبيبان راه كيجيو سامبل لي بواني بالنوار، عندك بلاصه تيلي كلشي كيجيو بالنوار. بالنسبه لانكاساج والريدوات كيف ما كتشوفوا الكتريك، فيه واحد الطراس لي رائع تبارك الله، فيه اطلاله على الجرده، الجرده قدامك، عندك الطريق اللي كبيره تبارك الله قدامك، طراس لي كبير. الشقه اللي كملات الفيلا فينيسو بقى لها غير شي يومين صافي، وتحطوا السانيتير والتريو ديال الكوزينه. الغرفه الاولى اللي كتجيب هذه المساحه، كتجيب البلاكار ديالها، عندها لاكسي للطراس والحمام الرئيسي كيف ما قلت لكم، مازال ثاني شي غادي يركب ديال الحمام، كيجيب هذه المساحه الزليج حتى للسقف البلافو كيجيب لي سبوت، والبيبان كيجيو سامبل لي بواني كيجيو بالنوار، وعندك المطبخ اللي كيجي عامر تبارك الله كيف ما قلت لكم، راه مازال التريو غادي يركب، كيجيو البلاكار الفوق والتحت ام دي اف، والطاجرة على شكل الآل بالرخام غالاكسي، البلافو كيجي باللاد ولي سبوت، وهاد الفاس كيجي بالصباغة صباغة ستيكو، والبلاكارات راه كيجيو حتى للسقف، بلاصة التلاجة، البلاصة ديال ماكينة الصابون، والبلافو راه كيجي باللاد ولي سبوت، المطبخ كيجي عامر تبارك الله، والغرفة ديال الوليدات فيها لانستالاسيون ديال التيلي، والبلافو راه كيجي بلي سبوت، الغرفة اللي كتجي سامبل، كتجي بهاد المساحة، عندك جوج ديال الغرف. صالون مطبخ وحمام، فيها طراس لي زوين تبارك الله. هاد الشقة راها مشمشة، فيها الشمس النهار كامل، وغتبقى بالثمن ديال 39 مليون قابلة للتفاوض. بالنسبة للمساحة ديال هاد الشقة، المساحة ديالها 52 متر كاري. مشاهدينا الكرام، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، اللي بغى يزورنا ياخد فكرة مرحبا وألف مرحبا، اللي بغى المزيد من المعلومات ما عليه إلا يتصل بيا على الرقم 086 86 63 50. مرحبا بالجميع.